العمال الذين يصلون الى هنا يكون مرتبهم ضعيف ومعيشتهم سد للرمق وخلفهم ذريه ضعاف، فهل تحل الزكاه عليهم؟ اذا عرفوا بالعجز والحاجه وان مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكان المسلمين عرفوا بذلك لا باس ان يعطوا حين الزكاه لسد الحاجه، تعرفوا بانهم مسلمون، واذا عرفوا الصدق وانهم محتاجون فقراء، لان كثيرا من الناس يدعي الفقر وكاذب مراتبه يكفيه، فاذا عرف بالحاجه والصدق بان شهد له من يرضى بانه غير وان هذا المرتب قليل ضئيل لا يسد حاجته فلا باس ان يعطى، والا فلا يعطى، ويلتبس الناس المعروفون في الحاجه والاسلام. نعم.